الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم، لأن الماء يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء والمنيحة. ما المنيحة؟ المنيحة هي الشاة التي فيها اللبن، يعيرها صاحبها لجاره فيأخذ منها الحليب ثم يردها له. أما الماء فالتصدق به فيه ثواب عند الله تعالى. وهنا نذكر قصة زبيدة. من هي زبيدة؟ زبيدة امرأة هارون الرشيد، هذه المرأة التي رأت في المنام أن الرجال يعاشرونها، فسألت أهل التعبير عن هذه الرؤيا، فقالوا لها: هذه الرؤيا معناها أنك تعملين عملا ينفع الناس كثيرا. وهي كان لها مال كثير، ماذا فعلت؟ أجرت الماء من مكان بعيد إلى عرفة على نفقتها، رغبة في إيصال الماء إلى الحجاج في يوم عرفة. فلا تنسى الصدقة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تقي مصارع السوء. ولا يشترط أن تتصدق بمال كثير، فلو تصدقت بشيء قليل على إنسان منكسر الخاطر أيضا هذا فيه ثواب كبير عند الله عز وجل. ولكن لا تنسى النية الحسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال لصاحبه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة التي تجعلها في امرأتك. معناه لو أطعمت زوجتك لقمة بنية حسنة بإدخال السرور إلى قلبها يكون لك ثواب عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا النية الحسنة والعمل الحسن، والله أعلم وأحكم.